صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وفقرة بكرة أحلى من برنامج هي دي مصر. طبعا دي فكرة الدكتور أيمن الشرقاوي، ربنا يشفيه يا رب لأنه تعبان النهاردة، كلنا ندعي له بالسلامة والعافية إن شاء الله. ومعاكم النهاردة رانيا صالح، أهلا وسهلا بحضراتكم. طبعا إحنا معانا النهاردة ضيف عزيز علينا في برنامج وفقرة بكرة أحلى وبرنامج هي دي مصر، معانا خبير الطاقة الشمسية، معانا الباشمهندس خالد عقل. أهلا وسهلا بحضرتك يا باشمهندس. أهلا بك يا فندم، منورنا يا باشمهندس. ربنا يخليك يا فندم، سعيد جدا والله. طبعا يعني فكرة الطاقة البديلة والطاقة الشمسية دي حاجة جميلة وده المستقبل فعلا. طبعا وده بكرة الأحلى، الطاقة المتجددة. تمام، الطاقة المتجددة. طب احنا عايزين نعرف أكتر عن الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية يا دكتورة، قبل ما نتكلم في الطاقة الشمسية نقول فضل. ايه بكرة؟ بكرة أحلى. أحلى، بكرة أحلى وهي دي مصر. وهي دي مصر. تمام. لأن بكرة أحلى بتلاقي كل جديد موجود. تمام. بكرة الحاضر. بكرة المستقبل. بكرة أحلى. بكرة أحلى بمصر وبشعبها وبناسها الطيبين بأخلاقهم الحميدة. بكرة أحلى الخير يزيد. بكرة أحلى بتلاقي في طاقة بديلة، طاقة شمسية، بتلاقي ثقافة، اللي هي الطاقة المتجددة، بتلاقي فكر، تمام، بتلاقي نضج بالبلد، اقتصاد. بكرة أحلى بقيادات البلد، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، له منا كل مصر. التقدير وكل الاحترام. أوه. لك الشكر يا رئيس والله. بكرة أحلى بناسنا وبشعبنا. لما نقول الطاقة الشمسية النهاردة، فالطاقة الشمسية النهاردة من حلم بكرة. الطاقة الشمسية النهاردة وفرت الكثير والكثير. هي طاقة نظيفة وطاقة متجددة ومش مكلفة، يعني هي بتهيألي بتوفر للأسرة المصرية من الدخل بتاعها. طبعا اقتصادية جدا. ازاي بقى؟ اقتصادية جدا، لأن الطاقة يعني المنظومة بتاعتها معتمدة على الشمس. تمام. فما فيش متجددة وما فيش فيها تكلفة. لا في وقود ولا في سولار ولا كده، حط اللوح يستقبل شمس. يعني هو لوح حضرتك بيتعمل؟ ما الا هي قيمه اللوح بس اللي انت قيمه اللوح بتركب. فهو بيتحط ثابت، بياخد ضمان 25 سنه. تمام. حسب ضمانه. فهو بينتج مع الشمس توليد فولتات الكهرباء. يعني هو حضرتك بيتحط على السطح بتاع البيت وبيستقبل الشمس، الطاقه الشمسيه. ونتيجه توليد الشمس اللي هو شعاع الشمس، نتيجة توليد توليد اللوح اللي هو. طيب ناخد فاصل صغير كده وبعد كده نرجع تاني للطاقة الشمسية. تحياتك. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وهنرحب مرة تانية بالبروفيسور الطاقة البديلة الباشمهندس خالد عقل. اهلا بك يا فندم، نورتنا يا باشمهندس. ربنا يخليك يا دكتوره رب، ده انا سعيد جدا والله بلقائك. ده احنا اللي شرفنا، يعني زدنا شرف بوجود حضرتك معانا وزدنا معرفه وزدنا خبره بالطاقه الشمسيه. ربنا يحفظك يا رب. ممكن حضرتك بقى تعرفنا اكتر عن الطاقه الشمسيه؟ الاول ربنا يتقبل من الدعاء. يا رب. والدكتور ايمن بجد عزيز علينا جدا. يا رب يا رب يشفيه يا رب. والف سلامه على حضرتك يا دكتور ايمن. الف سلامه يا دكتور ايمن. وسلامنا كلنا. الف سلامه على حضرتك وشفاك الله وعافاك وترجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. الدكتور أيمن، قبل سؤال حضرتك، اللهم إني يا رب العالمين. يا رب. دكتور أيمن مستشار الإعلامي لخالد عقل. تمام. أعلنت عن الجروب. ما شاء الله. أعلنت عن الجروب امبارح. دكتور أيمن. دكتور أيمن الشرقاوي. كل الاحترام وكل التقدير للدكتور أيمن الشرقاوي ولحضرتك يا دكتورة. ربنا يحفظك يا رب يا باشمهندس. السؤال حضرتك. احنا عايزين نعرف أكتر عن الطاقة الشمسية والأماكن اللي بتصلح فيها استخدام الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية يعني هي ممكن تنفع مثلا في مصنع، يعني ممكن مصنع كبير كده يستخدموا فيه الطاقة الشمسية بديل الطاقة الكهربائية. تمام مظبوط. ينفع؟ ينفع يا فندم. طب ازاي بقى حضرتك؟ ينفع بس المساحة لأن كده كده المصنع مساحته كبيرة. تمام. فبالتالي السطح بيستخدم كمساحة يترص الألواح التي تكفي الكهرباء اللي هتشغل المصنع. لأن المصنع بيشتغل دكتورة 380 المكان بتاعه. نفترض ان في مثلا يعني على سبيل المثال ما هوش كل المصانع، فبالتالي المساحه اللي فوق بتغطي، لان انت اصلا بنعملها حتى لو على التندة بتنعمل. تمام. لو في الصاله كده يعني في الطرق في كده بالنسبه للمصنع، لو في مثلا فاضي من الداخل ولا بتاع، فبتنعمل تندة. التندة دي ما بتنعملش بقى بالطريقه اللي هي بتاعت الصاج، لا بتنعمل بطريقه الالواح، بتبقى شكلها شيك جدا. تمام.
على السطح، يعني هي حضرتك عايز توصل ان المساحه بتاعت المكان اللي هيستخدم الطاقه الشمسيه بالظبط. ادي مساحه، بيتوقف. ادي مساحه خد كهرباء. تمام. ده بالنسبه ليه؟ طب حضرتك احنا طبعا ده مستقبل، مستقبل باهر وبكره احلى، وهي دي مصر. هي دي مصر. انا كان نفسي بس نعرض الصور بتاعت الشباب بتاعت حزب الحريه، نزلت اتعرضت. تمام يا فندم، ورقم تليفوني يا متشكرين. فندم. احنا طبعا يعني الحلقه بتاعتنا جميله والفقره بتاعتنا جميله، وما شبعناش من حضرتك ومن ربنا يخليك يا من دكتوره رانيا، المعلومات والخبره بتاعت الطاقه البديله، الطاقه ربنا الشمسيه، يخليك يا رب. انا كان نفسي يكون في بس وقت كده المساحه. ونتكلم. والله بجد، لان احنا نفسنا لسه والله. قاعدين بناخد نفسنا كده. باذن الله، باذن الله، مره تانيه ان شاء فاوعدكم الله. بالمزيد والمزيد من الحلقات ان شاء ان شاء الله الله. مع الزميله والدكتوره رانيا صالح، اهلا وسهلا، لها مني كل التقدير والاحترام. ربنا وبكره يحفظك احلى، وهي دي مصر ربنا. وتحيا مصر. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتنا يا باشمهندس. وان شاء الله في حلقات تانية بقى هنتكلم باستفاضه اكتر، ويبقى معانا مساحه من الوقت. الشرف لينا اشكركم دكتوره اعزائي والله. المشاهدين، ونلتقي الحلقه القادمه باذن الله، ومعاكم بكره احلى وهي دي مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكره احلى وهي دي مصر.